وخلص. نفس الفكرة عايز أعملها للأخ اللي هو الإيه البروجكتس، إن البروجكتس ديت array of objects، مش array بس، مستوى أعلى من الفونز. الفونز دي array، دي array of objects، عشان أكونها برضه لازم أعمل عليها لوب، لأن هي array of objects دي قصة تانية، يبقى داخليا هتتغير، ما باخدش كلمة مباشرة، كنت باخد أكتر من كده. ولذلك لو جاي أعمل بيست هعمل له برضه ليست جديدة اسمها projects، ودي ليست باخد منه project باخد بروجكت نيم، باخد الوركينج اوت، هاخد حاجتين هيتضافوا في البروجكتس، تمام؟ حاجتين بيتضافوا في البروجكتس. ولذلك هو جاي قايل له ايه؟ اقول له انا عايز الاول بروجكت نيم، انا اقول له ايه البروجكت، انتر البروجكت نيم، قول برضه نوم ويخرج. لو جاي دخل بروجكت ثانية وانا اسال لو بروجكت نيم نو بريك، طب بروجكت نيم مش نو، اخد عدد الساعات بتاعتها، اخد عدد الساعات بتاعتها على طول. يعني جاي هنا وما قال له بقى عندنا هنا حاجه اسمها الوركينج اورز انتر project working hours، تمام؟ اور نو برضه تو اكس تو اكس، مش مشكله، بس مش هقعد بند كده بقى، صح؟ ما هعمل ايه؟ انا هقعد بند جوه البروجكتس، وما اجي اقعد بند انا عندي عايز اقعد بند على بروجكت، يعني على جيسون، يعني في عندي حاجه اسمها البروجكت زي ما كانت موجوده عندي هنا على الفاير بيس، حاجه اسمها بروجكت وحاجه اسمها وركينج اوتس، وادي الخيام، فاتور بروجكت ودي كوميت هتيجي من الفاريبل اسمه بروجكت نيم، وفي عندي حاجه ثانيه اسمها الوركينج اورز زي ما مكتوبه فوق بالظبط، وركينج اورز هتكون مكتوبه زي ما مكتوبه فوق في الداتا بيس، لان الاتريبيوت ما ينفعش يغير، واللي هيعمل لك اتريبيوت ريبليسمنت واحط له فيها الوركينج اورز اللي هي القيمه اللي احنا بعتناها. لو عايز اعملها انت اعملها انت، بس طبعا لو دخل حاجه غلط المفروض انا ابقى مهندل اكسبشنز اللي ممكن تحصل، تمام؟ عايز ابند، يبقى دي كانت الفكره بتاعت ان انا ازاي ابند. احنا اخذنا خلاص دخلنا في البروجكتس الحته بتاعتنا الجميله دي، فكده احنا لمينا الداتا، لمينا الداتا بتاعتنا، عندنا بروجكتس وعندنا فونز وعندنا بيت البيانات اهي. البيانات عشان اسلمها للاد هبعتهم للاد، ولازم يتكونوا كجيسون ويتبعتوا. احنا عملناها على البوست مان بس ما اشتغلتش، كان فيها مشكله، هنشوف يعني ايه المشكله بتاعتها ان شاء الله، يعني هنحلها على البوست مان، هتلاقي كده في غلطه، بس هو بيقول انا بارس كان نوت بارس جيسون، يعني معناها ان في يمكن يكون احنا كاتبين حاجه غلط في الجيسون، بس الخط صغير عايز اتظبط معانا ايه انك تبقى واخد بالك. انا المهم هكون الجسم ده هو هشوفه وهنشغل الاثنين ان شاء الله. فانا اقول له انا عايز ابعت الام باي دي هنا اهو، وبعد كده الفيرست نيم واللاست نيم ممكن برضو اخليهم كده وابقى اجمعهم انا فيرست نيم لاست نيم، ايه تاني؟ ديبارتمنت، وبعد كده فونز وايه؟ فونز وبروجكتس زي ما كنا بنقول فونز، طبعا دول بيبيعوا في الداتا، يعني دي بيانات. فانا هاجي في الاخر هنا بدل جيت امب هقول له ادي ايه؟ ادي امب اللي بعت لي قلت له امب اي دي كوما، كان ايه بعد كده؟ الفيرست نيم كوما اللاست نيم كوما الديبارتمنت كوما الفونز، بعملها كول يعني كوما ايه يعني البروجكت، حلو جدا.
كل المهم ده اللي ناقصاني قبل ما اكلم العنوان ده واقول له عايز ابوست وعايز ابوست الداتا دي. احنا ممكن نعملها عايز ابوست واقول لكم ايه الفرق بينا بعد يعني هوريكم البوست والداتا والبوست على العنوان ده. يبقى بقول الداتا بس اضبطها بس بالظبط جيسون طول بس نظبطها جيسون. انا وجاي اعمل ايه فاريبل كده او مايل ايه داتا بتساوي وابدا اشتغل الشغل بتاعي. لو انا عايز اضمها ممكن امبورت جيسون امبورت اللي انا هكونها وعايزها في الاخر تتفك كجيسون فعلي هقول له جيسون دوت ايه دوت دمبس تحول معانا الى جيسون فعلي. تمام واروح بقى اكون هنا الشغل بتاعي وتبقى الام داتا دي الايه البيانات مجمعه اللي انا هبعتها في الايه هنا هو مع الداتا اللي هي بالنسبه لي هتبقى اخت دي بالظبط تبقى اخت البيانات دي اللي انا بعتها هنا في البادي بشكل جيسون. انا هنا بكون الجيسون اهو هنا اهو اللي هو نفس ما بتيجي بنفس المنظر ده. طب ما نيجي ناخده كابل كده ونقوم رامينه هنا تمام. الام باي دي بتساوي ايه؟ 2 قلت له لا هتساوي الام باي دي بقى الفاريبل صح؟ الام باي دي احنا في دبل في هنا زياده لما اخدنا كابل بس زين مش الام باي دي ماشي هو المفروض ان هو بيحب السيل كود ويأدي الام باي دي قبل الام باي دي هو مش عايز يشوفها مش عارف ليه بس ماشي الحال خلينا نظبطها وبعد كده بقى نكمل ونشوف المشكلة. هنا الفيرست نيم هنا اللاست نيم الفون زي ما مش هبعتها كده انا عندي الفون زي ما لسه اصلا لسه صح والبروجكتس برضه جايه لي ليست اوف اوبجكتس صح فانا مش هخش في التفاصيل دي كلها. اه ده واخد وراكم بقى الغلطه هنا فتحه الكول اري بتاعه البروجكتس فين قفلتها؟ قفلتها جايزه ضايعه صح؟ يبقى معناها ان ده كان العيب اللي كان موجود هنا. ايوه اهو وهنا كده ومقفل الكوز ده. ايوه قوس البروجكتس هو اللي كان ناقص عشان كده الداتا بتاعت بتاعت البوست ما كانتش بتتبعت. خلينا نجربها كده في سنك. اه كده تمام قال لي 200 وبص وجايب لي الداتا اهي محمد حسن راح بالبيانات دي. لو انا عايز اتاكد اكتر اخش على الفاير بيز بتاعتي بقى عندي كان واحد كان عادل زيرو كان عادل وواحد كان مهيمن واثنين بقى مين؟ محمد حسن. يعني كده اشتغلت صح لما خدت بس البيانات كان عندي ناقص القفله بتاعه الايه بتاعه الاري بتاعه البروجكتس ماشي طبعا مو بروجكتس طبعا لازم يكون فيها قفله الايه الاوبجكت كله. هو ده برضه بص خد بالك كل ده برضه كان معلق البيانات عندنا هنا يعني هو ده برضه اللي كان معلق الايه الفاريبلز ان هي تيجي والكلام ده كله القص اللي كان غلط غلط في اللي اسمه ايه كان غلط في البوست مان وكذلك غلط عندنا كان نوت في الايه؟ كونت الجسم. ادي الام باي دي، الام باي دي ديبارتمنت ديبارتمنت، الام دي نيم عملت اوبجكت، طبعا السبيسز والتنسيق ده انت يعني مش قضيه انت عايش فيه زي ما انت شايف ان هو يكون بالنسبه لك كويس. حزقت فوق الاوبجكت يخلص فوق كله كاملا. ايوه وارجع هنا عندي الفونز والبروجكتس يبقى انا كده عندي الام باي دي. الام باي دي والديبارتمنت
وعندي الام بين كذا والجاست بين كذا وعندي الفونز وعندي البروجكتس. لو فتح ودي عنوان متجهز وبعتنا الداتا دي الام داتا ده اللي هو كونته فوق وعملت له دمب جيسون بعته على طول مع الداتا والهيدر وكل تمام. مفيش بقى هنا عندي كل نوع البيانات ولا كلام انت كان مش موجود عندي خالص. انا في ايرور هقول له ايرور، لو كان سليم هقول له بس برنت لي او اقول له خلاص حتى من غير برنت لي ولا حاجه، هقول له انفلي ادي بس كرساله كده. وبينا نجرب ناخد الداتا ونبعتها ونشوف ونقول بسم الله ونشوف. يعني جربناها كده بص ما ظبطناها شغاله وراحت. هنا بقى نبدا نشتغل حقيقي ان شاء الله بالتفصيل هنا في البيانات بتاعتنا بسم الله. في ار دي موضوع رقم 3 في السنين ناخد في طه مهدي. ماشي طه مهدي ديبارتمنت رقم 2 مثلا الفون او نو لو انت مش عايز تدخل تو ماشي هتدخل تو رقم كله وهل وندخل رقم كله سبعات وقلت له مش عايز تاني. قال لي طب البروجكت منين؟ قلت له ماشي فيه مثلا هوسبيتال اكس مثلا مستشفى اكس. وقال لي خلاص دخل عدد الساعات بتاعتها اشتغل فيها مثلا 21 ساعة. يديني كمان بروجكت نيم قلت له مثلا ايه هوسبيتال واي مستشفى كذا اشتغل فيها مثلا ايه 27 ساعة. قال لي بروجكت نيم او كلمة نيم قلت له هو بقى صحيح. الله ينور. طيب قال لي ما بعت البيانات دي انت بتكون كاتب السترينج فين الاي دي لا حاجه اسمها ايدي، مش حاجه اسمها ايدي اصلا، عندنا الام بي الام باي. ماشي اخيرا دخل بقى دوله ثاني. ماشي معلش ممكن ندخلها كذا مره على فكره عشان تستعمل بشكل صريح مفيش مشكله. كل مره بتحل بروبلم معينه. انا في ادي سكسسفول مش معقول يعني كده عملنا شغل دايناميك بقى يعني فاشل خالص. نجرب نشوف الداتابيز هناك فوق تقفل كده ادي ثلاثه لحظه ما بقى مكريت لي اي دي عشوائي وجواه بعت لي بقى البيانات الديبارتمنت رقم 2 الاي بي رقم 3 الاسم بتاعه صح طه مهدي الفونز بتاعته مظبوطه البروجكتس بروجكت اري اوف اوبجكتس 100 يعني اي 1. العيب الوحيد الاي دي اللي بيتكريته يعني بيتكريته الفاير بيز وده عشان نهرب منه ببساطه احنا ما بنحبوش يعني انا ما بحبوش لان يعني ببقى عايز الاي دي عشان اديليت بيه اعمل بيه حاجات ثانيه مش عارف ايه فانا مش عايز الاي دي ده. في الحاله دي ما تشتغل بس كل اللي محتاجين نظبطه هو نفس المثال مش غير في حاجه يعني غير كلمه واحده ان انا عايز اقول له انا بس مش هشتغل على بوست دي خالص هشتغل على بوت عشان انا مش عايزك تقاد لي اي دي هات انا عايز الايه اعدل على المنظر ده. فلو انا جيت دلوقتي جربت هاخد حد تاني على الله نلحق مثلا رانيا سمير ماشي خد رقم 4 سمير قسم الكمبيوتين رقم التليفون تلو برضو هندخل مثلا حاجة كده كلها ثمانيات ندخل مثلا حاجة كده كلها ساعات تمييز بس وبهنا هو اللي هو خلاص بروجكت روبوتيك اكس
نحط ساعة وجزء تاني و 13 ساعة وانا قلت له نو. قال الضاف لو رجعت بقى هنا لا الفرق ايه اللي حصل مش قادر كنت اتعلق اربعة لان رقم اربعة الضاف مباشرة من غير الاي دي اللي كان مش عاجبنا تمام من غير الاي دي اللي كان مش ايه مش عاجبنا كل البيانات مظبوطة وبنت فول 13 عملنا دايناميك العمليات بتاعتنا وعملنا ريفيجن كويسة. انا عارف ان انا يعني رجعت شوية حاجات بعد ما شرحت كل العمليات حلو عشان نستفيد واخدنا فيها معلومات جديدة. ده كان كل شغل احنا محتاجينه مع الفاير بيز وكده تقدر تعمل الشغل بتاعك زي ما انت عايز ان شاء الله على خير. السلام عليكم.